رحموني طلحي قصة طفل ليبي عمره 8 سنين، موهبة كروية منذ صغره. خطواته الأولى في عالم الساحر المستديرة تنبأ بميلاد ميسي العرب وليبيا. هو صغير السن كبير الفنيات، باش يكون عنده شأن كبير في أوروبا بعد تبنيه من العملاق البرتغالي سبورتينغ لشبونة المعروف بجودة مركزه التكويني واللي أنجب نجوم كبار في اللعبة. شفناها في البيت، فهمت، في المنزل كاين يعمل في حراف، يعني يحب الكرة، أول ما يحب الكرة يشابط فيها، وبعدها شفنا يعمل في لقطات مش السنه، فهمت. ومن هذا بدأ الاهتمام، بدأ مني ومن أفراد الأسرة اللي هم أخوته، ومن بعدها جت الأكاديمية فرسان المتوسط من الأستاذ الأخ فرج القبايلي، نوجه له التحية والشكر، فهمت. انضم لأكاديمية فرسان المتوسط تحت إشراف الكابتن سليم العرفي، نوجه له تحية، وأستاذ رمزي سويكر، وبدأ يتطور، والحمد لله هو من اللاعبين من الأطفال اللي أذكياء في الكورة، مصر ما يتطوروا. أنا كنت ألعب في الحوش ومع جيراني، وهني كلم أستاذ فرج خلوني أكاديمية فرسان المتوسط، بعدها جاتني دعوة سبورتينغ لشبونة. حاليا يجري تدريبات في تونس تحت قيادة المدرب القدير وحيد الحيدوسي، وباش يسافر إلى البرتغال رسميا شهر أفريل المقبل، وباش يبدأ مسيرة هناك. عندي تقريب 40 سنة في تدريب، ما تعداش علي لاعب في المستوى الفني نتاع الوليد هذا، وخاصة في الذكاء الكروي نتاعه. أعتقد أن الوليد هذا عنده مستقبل كبير ياسر، وما نتصورش فما حالين في برشا منه الوليد هذا. هو نجم صاعد، تذكروا اسمه جيدا، قريبا باش يضرب موعد مع النجومية في أوروبا، وباش يكون صانع ربيع الكرة الليبية خلال السنوات القادمة. ليبيا اللي عادة ما تتحفنا بمواهب نادرة في عالم الجلد المدور. رضا حامدي، سلام تي في، تونس.